الدورة 32 اختارت وجه الممثلة هند صبري من فيلم صمت القصور للرحلة مفيدة تلاتلي باش يكون على الملصقة الرسمية للمهرجان كتكريم لروحها. الفيلم اللي في 1994 اتوج بالتانيث الذهبي في نفس المهرجان. الذهبي يمنح للفيلم التونسي صمت القصور. ودخل في الكلاسيك متاع السينما التونسية كفيلم نسوي يعري الاضطهاد والذكورية اللي تعاني منهم المرأة في المجتمع، حركة خلت هند تتنقل شخصياً لحضور الافتتاح وتعبر على امتنانها تأثر كبير. موفا أنا دخلت لدارك نهار جويليا، نهار في جويليا 1993، كان عمري 13 سنة، عنقتني وبدلت لي حياتي. كيف ما بدلت حياة جيل كامل يظهر لي من السينمائيين التوانسة والعرب اللي اليوم يفتخروا بصمت القصور يكون في قائمة أحسن 100 فيلم في القرن العشرين.